الخصلة الثالثة قالت: وأيقظ أهله. هذا الاستنفار العائلي، هذا الأخذ بالزوجة والأولاد معك عبد الله وأنت أمة الله، يأخذ كل أب وأم منا أولاده، بنيه وبناته يأخذهم معه في هذا الطريق المبارك، في هذا الاستباق إلى الجنة. لا والله، ليس بأمين ولا بعاقل ولا حريص ولا محب ولا ماذا أقول، ليس هذه عاطفة أمومة أو أبوة في ذاك الذي يشتغل ليالي رمضان تاركا أهل بيته أسرى للشاشات ومتابعة القنوات وإضاعة الأوقات. والله لو أنها فرصة لنزهة وسياحة ورحلة وزيارة لآثر أن يصطحب أهله وبنيه، يؤنسهم بما يريد الأنس فيه لنفسه، فكيف بما لا مقارنة معه بأنس دائم ونعيم سرمدي وجنة عرضها الأرض والسماء؟ أتذهب وحدك لتعتكف أو تبقى في المسجد أو تجتهد في الطاعة، تغلق عليك بابك فتتركهم هكذا هملا تضيع أوقاتهم؟ أما إنها أمانة، والحريص والأمين منا والقلق والرؤوف والرفيق بأهل بيته يحرص غاية الحرص أن يأخذهم معه في هذا الطريق العظيم. هي ليال معدودات تنقضي ويزول، فيفوز السابقون ويتحسر المفوتون.